جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول فيه السائل الشيخ: ما حكم الدخول فيما يسمونه بالجمعيات، جمعية الموظفين؟ يساهم كل واحد بمبلغ معين يأخذه أحدهم كل شهر حسب القرعة، هل هذا جائز؟ أنا أفتي من زمان بعيد ولا زلت على هذا أن هذا لا يجوز، لأنه ربا، قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه، وهذا لا يعتبر من العقدين بيعتين في بيعة، ويعتبر من القرض الذي جر نفعا، يجر نفعا لنفسه بأن يأخذ هذه المبالغ المجتمعة بعد أن دفع هو قسطا يسيرا، يأخذ هذه المبالغ المجتمعة إذا جاء عليه الدور، والأمر وسعه الله عز وجل إمكانه أن يقترض من أحد إخوانه، ثم إذا يسر الله له يسدد له قرضه دون أن يلجأ إلى هذه العملية. نعم.